عملت النهاردة أحلى غدوة بسيطة كده وسريعة، وحاجة تنفع فطار غدا عشاء. بس أنا كنت برا وعملتها على الغدا قوام قوام كده. بصوا الجمال والحلاوة، بيض ببسطرمة جميل جدا جدا. اللي بيحب البيض بالبسطرمة يكتب لي في التعليقات. يلا نعمل بيض بالبسطرمة. معايا هنا معلقة سمنة كبيرة كده بلدي حلوة، وحطيت عليها كده كام حتة بسطرمة محترمين، بحب البسطرمة كتيرة في البيت، ما بسيبهاش تنشف قوي. انا بقلبها كده تقلبتين، بعد كده بقى هننزل بكمية البيض اللي احنا عايزينها. انا هنا هحط 3 بيضات بس. هننزل برشة فلفل اسمر ناعم، مش هحط ملح عشان البسطرمة بتبقى حادقة، واقلب. وكمان ما بحبش انشف البيض بالبسطرمه جامد، وبحبه لين كده شويه مش ناشف قوي في السوى، يعني 3/4 سوى. يا سلام كده على البيض بالبسطرمه وهو بيشكشك كده في السمنه. وكده خلصت معانا، وهنعمل السندوتشات وهقعد اكل، ويا رب يكون السندوتشات بالبسطرمه عجبتك.